ظل الكون، يا إكسير الحياة ولحن الوجود، يا شعراً يسبح في بحور الوزن وصفحات الخلود، هو نهر ينبع من الوجدان دفقاً بلا ركود، يطفئ غلة العطشان في الحر دون مردود. نرحب بكم متابعينا أينما كنتم مع انطلاق ثامن أمسية من أمير الشعراء عبر قناتي بينونة والإمارات، وبحضور الجمهور الكبير هنا في مسرح شاطئ الراحة. ومن أبو ظبي نعود إليكم في آخر حلقة من حلقات المرحلة الثانية، والكثير من المنافسات الشعرية المثيرة. ومع انتهاء هذه المرحلة سيتأهل للنهائيات 6 متسابقين، أحدهم سيتوج بلقب أمير الشعراء ويحصل بذلك على أرفع وسام للشعر الفصيح في العالم العربي. وفي هذه الأمسية سيتنافس آخر 5 شعراء صعدوا من المرحلة السابقة، ليتأهل منهم 2، أولهما بقرار من اللجنة هذه الليلة، وثانيهما بتصويت المشاهدين في بداية الحلقة المقبلة. وقبل أن نتعرف على نتائج التصويت، رحبوا معي بأعضاء لجنة التحكيم المتميزة: الدكتور صلاح فضل، الدكتور علي بن تميم، والدكتور عبد الملك مرتاد. في حلقة الأسبوع الماضي تابعنا منافسات احتدمت بين مجموعة من الشعراء المتميزين، حيث حصل خلالها الشاعر حسن عامر للمرة الثانية على بطاقة التأهل من لجنة التحكيم، وبذلك أصبح ثالث المتأهلين للمرحلة النهائية إلى جانب كل من أفياء أمين من العراق وطارق الصميلي من السعودية. وخلال هذا الأسبوع تنافس شعراء الحلقة السابقة من خلال التصويت ليصلوا إلى النهائيات، وهم بغاية الترقب لمعرفة النتيجة. لكن قبل ذلك دعونا نتذكر اللحظات التي عاشها الشعراء. اليوم يعني أعتقد أنها من أشد المنافسات في المسابقة، وحلقة قوية بالفعل، المنافسة فيها أقوى، أعتقد أن كل شاعر سيقدم أفضل ما لديه. هذه الحلقة معركة حقيقية ستكون قوية جداً بكل المعايير. هي منافسة جميلة قوية اشتدت في هذه المرحلة، واشتدت أكثر وأكثر في هذه الحلقة. هو نفق يحتاج إلى الكثير من الضوء، هو ليس تحدياً إنما هو مشاركة في صنع الجمال الأكمل والأمثل. حساسية المرحلة تكمن إما أن تذهب إلى النهاية أو تعود إلى بلادك. دخلنا إلى قلب المنافسة الحقيقي. الفائز الحقيقي هو ذلك الذي سيخطف الأضواء. أتيت لأتألق على مسرح شاطئ الراحة في هذه الأمسية بالذات. أن تقول ما هو في قلبك بكل صدق، هذا هو المفتاح الحقيقي للوصول إلى قلوب الجماهير. لن يمر من حضوره ضعيف بالتأكيد. إذن المتسابق الذي استطاع إقناع لجنة التحكيم هو حسن عامر من مصر. ولا أخفي سعادتي أنني حصلت على البطاقة للمرة الثانية، وأشعر أن علي تحدياً أكبر في المراحل المقبلة. حسن عامر استطاع في الأسبوع الماضي أن يخطف بطاقة التأهل من زملائه، نوجه إليه التحية ونجدد مباركتنا له. وفي هذه الأثناء صعد إلى مسرح شاطئ الراحة شعراء الحلقة السابعة، وكل واحد منهم يأمل بأن يرافق حسن وبقية زملائه إلى المرحلة النهائية. وهم شيخنا عمر من موريتانيا، إباء الخطيب من سوريا، عمر عناز من العراق، قيس قوقزة من الأردن. مرحبا بشعراء الأسبوع الماضي، حيث يأمل كل واحد
منكم أن تكون بطاقة التأهل من نصيبه. النتيجة بانتظاركم وأنتم على أحر من الجمر لمعرفتها. طبعاً من يخشى البلل لا يصطاد السمك، وكل شاعر منكم ألقى قصيدته علها تلقى آذاناً صاغية لدى جمهور الشعر فيحصد بذلك أكبر قدر من الأصوات، وشاعر واحد منكم فقط سينتقل إلى المرحلة النهائية. شيخنا عمر، هذه المرة المنافسة الشرسة للغاية، فما هي حظوظك هذه المرة؟ أنا مطمئن لأن ورائي شعباً عظيماً، وأحييه وأحيي الوطن وأقول له وراء امتدادي في جذورك يا وطن، وقلب مضاع في رمالك قد سكن، تعلمت فيك الحب والشعر ليتهم يذوقون طعم الحب والشعر في الوطن. أتمنى لك التوفيق يا شيخنا عمر. إباء، سؤالي لك، إلى أي مدى تثقين بأن الجمهور سيصوت لك وصوت لك؟ دكتورة، أثق بمحبتهم، محبتهم هي الأبقى وهي التي ستؤهلني لأستمر في مشواري الشعري بمحبتهم وثقتهم بي، سواء وصلت إلى المراحل النهائية من أمير الشعراء أم لا، ولكن محبتهم هي الأبقى وهي التي ستنير حياتي إن شاء الله. كل التوفيق لك يا إباء. عمر عناز، في الحلقة السابقة كانت بينك وبين زميلك حسن عامر درجة واحدة، اليوم هل سينقذك جمهورك؟ يعني بداية ما بيني وبين حسن عامر وكل الزملاء، يعني ليس فقط علامة، هي ما بيني وبينهم جسر من الضوء والحب والابتسامات، وأنا سعيد بهذه المشاركة وفرصة أن أشكر جميع الذين صوتوا لي وألقوا أدلوا بأصواتهم زهرا في سلة قلبي. أتمنى لك التوفيق يا عمر. قيس، في المرة القادمة السابقة أعطتك لجنة التحكيم درجة 41، اليوم كم تتوقع أن يمنحك الجمهور؟ هذه لجنة التحكيم بامتياز، يعني أنا أكرر ثقتي المطلقة بها دائما، النشامة لم يتركوني كالعادة، أنا أعرف يعني أديرت حملة خرافية في الأردن، التلفزيون الأردني لأول مرة يبث صورة لشاعر أردني في أمير الشعراء، سمو الأمير علي، مكتب سمو الأمير علي، شركة زين الاتصالات، كل هؤلاء مجموعة المناصير، وديرت حملة رهيبة، أنا متفائل جدا وأسأل الله التوفيق، وأتمنى التوفيق أيضا لزملائي فهم يستحقون وشعراء كبار. تحية لك ولكل النشامة في الأردن. محمد يغلب على مشتركين الخوف والقلق، ينتظرون بترقب لمعرفة النتيجة وأشجارهم أثمرت وحان موعد قطاف ما زرعوه. نعم دكتورة نادين، إن جهد المقل ليس بقليل، وشعراؤنا قدموا ما لديهم، وخلال لحظات قليلة سنتعرف على الشاعر الذي بالتأكيد سينافس في النهائيات. وصلتنا، نعم وصلتنا نتائج تصويت المشاهدين، وبعد جمعها مع درجات اللجنة بلغت أعلى نتيجة 74 من 100 درجة، وصاحب هذه النتيجة هو أحد هؤلاء المتسابقين. إذن الشاعر الذي سيرافقنا في المرحلة المقبلة وسيكون أحد الشعراء الستة في المرحلة النهائية واستطاع حجز بطاقة التأهل من جمهوره اليوم ومباشرة من مسرح شاطئ الراحة، نبارك لشيخنا عمر. ألف مبروك لشيخنا عمر. مبارك لك شيخنا عمر. ألف ألف مبروك لشيخنا عمر. نتمنى لك كل التوفيق. قبل أن تغادرونا، سؤال أخير، يعني كيف تصفون مشاركتكم في برنامج أمير الشعراء؟ إباء. أولاً أشكر جزيل الشكر دولة الإمارات العزيزة التي هيأت لي هذه الفرصة أن أثبت مشروعية كلمتي وشعري. لقد أتيت فقط بكلمتي، أتيت بشعري ومحبتي،
وها أنا أخرج الآن بشعري ومحبتي ومحبة الناس. فشكرا لأبو ظبي، أشكر كل من صوت لي، أشكر سوريا، أعلم أنها تعاني وأنها الآن تتعب، ولكنها أورثتني لقبا أعتز به دائما وفي كل وقت. أشكر كل أصدقائي وعائلتي، زوجي وأولادي وأمي وكل أصدقائي الذين تعبوا معي، شكرا من القلب. الشكر الكبير لك، ونتمنى لك كل التوفيق. عمر عناز، كيف تصف مشاركتك؟ أمير الشعراء، تجربة رائدة استفدنا منها في أن نوصل أصواتنا إلى الجمهور الممتد على خارطة الشعر العربي. أنا سعيد بهذه المشاركة وبهذه الفرصة التي أتيحت لي. أتقدم بالشكر الجزيل لكل من صوت لي من أقصى الوطن إلى أقصاه، الشكر للعراقيين الذين بذلوا ما بوسعهم، الشكر لكل أصدقائي في الوطن العربي وكل محبي الشعر. أنا سعيد بهذه المشاركة وكرر مرة أخرى، وتحية لهيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة ولدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الفرصة الطيبة، شكرا جزيلا. كل التوفيق لك يا عمر. فايز قوقزة، الشكر الأول والأخير لدولة الإمارات العربية المتحدة. أنا أقتبس من كلام الملهم في مؤتمر أجيال المستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أطال الله في عمره، إذ يقول بأن المستحيل هو وجهة نظر، مقتبسا أيضا هو من تعليقه على كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. المستحيل وجهة نظر، أما السعادة فهي غاية، والتفاؤل والإيجابية هو أسلوب حياة. شكرا لكل الشعب الأردني، الجمهور الأردني أحرجني، يعني أنا أشعر نفسي أشعر بأنني أنا من قصرت، لأني أعرف أنهم لم يقصروا. شكرا لدولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا لأمير الشعراء، شكرا للجنة التحكيم، شكرا لكم جميعا. شكرا لكم. كيف كانت النتائج محمد؟ نعم، النتيجة جاءت كما يلي. حصل شيخنا عمر على 74، إباء الخطيب حصلت على 47، عمر عناز 50، قيس قوقزة 52. وبعد أن تعرفنا على ربع الشعراء الذي حجز مقعده في المرحلة النهائية، ينطلق شعراء الأمسية الثامنة في منافسات جدية للوصول إلى اللقب وحلم الإمارة الأغلى. والليلة كما أشرنا في بدايتها هي آخر أمسية من المرحلة الثانية، أما موضوع الارتجال اليوم سيعرفنا عليه الآن الدكتور علي بن تميم. تفضل دكتور. شكرا دكتورة نادين، قلت قبل قليل بأن أو شبهت الشاعر بالصياد، ويبدو أن الشعر نوع من أنواع الصيد، والشاعر عليه أن لا يخشى البلل، لأن الذي لا يخشى البلل لا ينزل إلى البحر ويصيد السمك. لكن هناك علاقة يعني وطيدة بين الشعر وبين الصيد، بين الشاعر وبين الصياد. فكان القدماء يعني دائما يعزون إلى الفكرة بأنها تصطاد يعني، فيقولون يعني في عناوين كتبهم بصيد الخاطر، ورغم أن الخاطر يعني مربك قليلا، لأن الجاحظ يقول لا تستسلم للخاطر الأول، فعلى الشعراء أن لا يستسلموا للخاطر الأول. اعتاد أمير الشعراء أن يحتفي بحدث في المرحلة الثانية أو بمعلم، واليوم نحن نحتفي بواحة الكرامة التي تعد أحد الصروح التي نعتز بها ويعتز بها كل إماراتي، نظرا لما تحمله من قيم التضحية والإيثار، والتي وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالقول: نواحة الكرامة معلم وطني تؤرخ وتخلد عبره الإمارات بطولات أبنائها في ميادين الفخر، وتجسد فيه قيم الشرف ومعاني الوحدة والتلاحم. وهذا ما يجعل في الواقع واحة الكرامة أيضا مصدر فخر واعتزاز لكل عربي ولكل مقيم على أرض دولة الإمارات. يطلب من الشعراء في هذه الحلقة أن يكتبوا 3 أبيات عمودية عن شهداء الأوطان، عن التضحية من أجل الوطن، عن أولئك الذين ضربوا أروع الدروس وقدموا أروع العبر في الفداء والتضحية من أجل الحق، وسطروا أروع المعاني
والقيم السامية حتى صاروا فلذة للأوطان، لكبد الأوطان، صاروا ملء القلب النابض أبدا في التاريخ، صاروا ملء العين التي تشع بصيرة دائمة لا تغيب. نتمنى للشعراء التوفيق. كل الشكر لك دكتور علي. والآن مشاهدينا، أول شعراء هذه الأمسية جاء من السعودية، خاله فتح الأبواب أمام موهبته، قصائده مشحونة بالمعاني، والمشاهدون هم الذين أهلوه لبلوغ هذه المرحلة. لا يأتي شاعر إلى هذا المكان إلا إذا كان معتداً بقصيدته ولديه حظوظ في ذاته مؤمن بها أن اللجنة ستجيزه بإذن الله. يعمد بالخطايا عاشقيها وتحرقهم وقد صاموا وصلوا. أنا أجيز هذه القصيدة والقصيدة قد أجيزت بالإجماع. شكرا جزيلا. التوفيق. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. ابتدأ الوقت. كنت مركز على البحر وأعرف البحر جيدا جدا، وكتبت قصائد كثيرة جدا على الكامل، والقافية كانت سهلة، والبيت موضوعه جميل، والبيت مشهور جدا لمسكين الدارمي. مثلا أنا معتاد أنني أكتب في وقت طويل جدا، أحيانا القصيدة تمتد معي إلى أسابيع. هذا اليوم يشكل نقطة مهمة جدا في تجربتي الشعرية، أتمنى أن أوفق في استغلال هذه الدقائق التي سأكون فيها على الهواء. انتهت هذه المرحلة بالنسبة لي، أديت ما علي على المسرح، هل سأعبر عن طريق اللجنة أم سأخوض رحلة التصويت التي ستكون تجربة مهمة أيضا. بطاقة التأهل للمرحلة التالية عبر التصويت هو إياد الحكمي من السعودية. السلام عليكم. ظل للقصيدة، صدى للجسد، كما وقفت طويلا وانتظرت سدى أمضي وأنسى كأن لم أنتظر أحدا. أجل أحبك لو تأتين فارغة من الحنين به آتيك محتشدا. لو تجرحين منامي عدت من حجبي ألملم الليل مكسورا ومرتعدا. ليلا كأنك فيه كل من فقدوا من أهلهم وكأني كل من فقدا. تركت لاسمك موالا بباب فمي لعل ظلا سيحنو أو لعل صدى. وأنت أنت مجازات مسافرة وقبضة من سراب لاح وابتعدا. أطلقت سربا من التلويح خلفك لم يبلغ لديك سماء أو يجد مددا. يضيق عنك الهوى ما أنت ضقت به، إن لم تجدك يدي فالقلب لن يجدا. لي غربة العاشق الأولى مداه خطاه يرسم الأرض لا دربا ولا بلدا. ولم أزل هائما منذ اقترحت دما وخفقة وبكاء واحتمال ردا. لو بعدك الروح جفت في ثرى جسدي
بجست من حجر النسيان لي جسدا. لو بعدك الروح جفت في ثرى جسدي بجست من حجر النسيان لي جسدا. الوقت معجزة العشاق ما خذلوا إلا وقد ملكوا التاريخ والأبدا. شكرا. إياد عبر في نصه عن انتظاره لمحبوبته، والآن ينتظر رأي لجنة التحكيم. البداية مع الدكتور صلاح. أهلا يا إياد. أهلا دكتور. بقدر ما نجد في عنوان قصيدتك من ظل للحداثة وأصداء لتموجاتها، نجد أن القصيدة تقدم نموذجاً بالغ الإحكام للنص التقليدي، كل بيت فيه وحدة قائمة مستقلة بذاتها وذات سيادة وحكمة بالغة من جوامع الكلم. لا أعرف لماذا تذكرني ببيت دعبل المشهور: إني لأفتح عيني، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. لا أرى أحدا. كل بيت يعد قولا كاملا، لكن مشكلته أنه لا ينسج مع غيره حالة عميقة. لا علاقة دلالية مثلا نجدها بين أجل أحبك والبيت الذي يليه: لو تجرحين منامي. كأن الأبيات كل بيت يعطي ظهره للآخر ويكيد له، بل كل بيت يكاد ينقض ما قبله. حتى الاستهلال الذي تستهل به، وهو بيت ابن تميم يقول: طلبت معشوقا جميلا فلما لم أجده عشقت روحي. يوحي ذلك بأن القصيدة عن عشق الذات، لكنها تعبير عميق عمن ضيع في الأوهام عمره. القصيدة يا إياد تقترب جدا من تحديد المراد عندما تقول فيها: وأنت أنت مجازات مسافرة وقبضة من سراب لاح وابتعد. هي تعبر عن تجربة الحبيب المجهول، منقولة من الرومانسية القديمة إلى العبثية الطاغية والفقد المرير المعاصر. لكن لابد أن أعترف لك، رعاك الله شاعرا مقتدرا من أجمل وأحكم ما سمعت من شعر في هذه الدورة. شكرا دكتور. شكرا لك دكتور صلاح. دكتور علي بن تميم. هذا عنوان يعني مخاتل: ظل القصيدة صدى للجسد. فالقصيدة جسد والجسد قصيدة، والظل صدى والصدى ظل. ووضعت أيضا عتبة أخرى قبل أن تبدأ القصيدة، والعتبة هي أيضا يعني تدخل وتمثل مدخلا مهما لهذا النص الشعري العميق. البداية التي وضعتها لنصك هي على النحو الآتي: وقال ابن تميم الأسعردي، وهو من شعراء القرن الخامس الهجري، وهو يتحدث عن شخص ينظر إلى المرآة وأهيف، يقول ابن تميم: وأهيف ظل بالمرآة مغرى يواظب رؤية الوجه المليح. يقول: طلبت معشوقا جميلا فلما لم أجده عشقت روحي. فالقصيدة أيضا تخاتل القارئ، بمعنى أنها لا تريد أن تحاكي هذا الشاعر الذي ربما نعده نرسيس العرب، الذي يصف شخص يعني يشبه شخصا وقع في بئر ذاته. هذه القصيدة تتفانى مع الآخر، مع المحبوب.
البداية بهذا البيت لابن تميم الأسعردي أمر ينبغي أن تعيد النظر فيه، لأن نصك أكثر سمواً وجمالاً وتحليقاً في عالم الحب الصافي. القصيدة لحظة حب مثقلة بالتسامي وباللغة الصوفية التي ترفع الحبيبة إلى عالم المثال والمجاز الشعري المملوء بالدلالات. وأنت أنت مجازات مسافرة وقبضة من سراب لاح وابتعدا. يبدع النص في تصوير مقام الحب هذا، فهو كالعاشق الصوفي يجد في العذاب سعادة وفي الملام حلاوة وفي الشقاء لذة. لهذا تبين النهاية أن الهزيمة في العشق تتحول إلى نصر، وأن الخذلان يتحول إلى مؤازرة وتأييد، وهي نهاية تبشر بالحب بوصفه حلا للخروج من كثير من المعضلات. وإنها أيضا تعيد النظر في مسألة الهوية التي لا تعزو إلى الذات وإنما تعزو إلى الآخر، الآخر المحبوب. شكرا لك على هذا. شكرا لك دكتور علي. دكتور عبد الملك. إياد مساء الخير. مساء الخير دكتور. ما هذه المفاجأة الجميلة التي طالعتنا بها يا رجل؟ شكرا. هذه قصيدة ليست عادية أبدا، هذه قصيدة تشرف هذه الحلقة وتشرف أيضا هذا الموسم. أنا أتشرف. شكرا دكتور. لا أكتمك يا إياد إني أعجبت بهذه القصيدة إلى حد الانبهار والاندهاش. ولنقف قليلا لدى مطلعها العجيب وحده، وذلك لمحدودية الوقت. كما وقفت طويلا وانتظرت سدى أمضي وأنسى كأن لم أنتظر أحدا. فهذا البيت يجمع بين الحركة والسكون وبين الملل والانتظار والجد والعبث، ثم الالتفاف على هذه المعاني كلها بالنسيان الذي لم يصدر عن ذهول في الذاكرة، ولكنه نسيان العمد وإهمال القصد، فهو من باب تجاهل العارف كما يقال. أولاً، لقد كان وقوف الشخصية الشعرية طويلاً وفيه إيماءة بعيدة إلى قفا نبكي المرقسية. ثانياً، لقد وقع الانتظار ولكن عبث إذ لم يهتدى إلى القصد. ثالثاً، كان لا مناص من المضي والانطلاق نحو غاية لا تدرك وهدف لا يلحق. رابعاً، صار النسيان هو الحكم الترضى حكومته في هذه العلاقات المتناقضة والموات المتباينة. خامساً وأخيراً، وقع الحسم في عناصر هذه الشبكة من المعاني بإلزامها كلها أذناً صماء وعيناً عمياء. ماذا أقول فيما قيل وما لا يقوله إلا الشعراء؟ لو ظلت أردد هذا الشعر طوال الدهر لما مللت منه أبدا. شكرا دكتور. شكرا. شكرا دكتور. شكرا للجنة التحكيم. فقط جملة تنويهية. كذلك يصبح الشعر في الأياد إذا قرضه إياد. شكرا. شكرا من جديد لك دكتور، وشكرا للجنة التحكيم، وأنت أيضا إياد نتمنى لك كل التوفيق. محمد. مشاهدين في هذه الأثناء تتابعون ناصر الغساني وهو يشارف على الانتهاء من كتابة الأبيات التي سيلقيها في فقرة الارتجال لاحقا. وثاني مشترك الليلة هي شاعرة فلسطينية بدأت كتابة نصوصها وهي طفلة، تتولد كلماتها على إيقاع دموعها، واستطاعت خطف بطاقة التأهل من لجنة التحكيم. بالنسبة لي فإن أمير الشعراء هو حلم، وحلم أن تكون أول أميرة للشعراء. في لجة الماء حار الدرب واختفى
احترق. أنا مبسوطة كثير 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 أني وجزت من اللجنة بالإجماع. لا شك أنه إحنا جميعاً كنا مرتبكين، لأنه المجاراة بتعتمد على أنك بدك تكتب على نفس الوزن والقافية. نحن الذين أجادوا البعد أغنية حتى الرحيل يضيء لون دنيانا. هاي اللحظة أنا حاسة بمشاعر متناقضة، لكن يغلب عليها الفرح. ما دام فلسطين لها أصوات شعراء وشاعرات مثلك فهي لن تضيع يعني. كل واحد فينا بتمنى نفسه، وأنا بتمنى بنهاية التوفيق للجميع والانتصار للشعر. نجم وفارس هذه الحلقة المتأهل والذي استطاع إقناع لجنة التحكيم هو عبلة جابر. حاسة حالي بحلم اتحقق. الحمد لله كانت ليلة من العمر، بتمنى أنه الجمهور يكون استمتع ويكون فعلا أنا قدرت أوصل الشيء اللي بدي إياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية أحلامنا المتوارثة. سلام على الإمارات أرضا وشعبا وعلى بلاد لم تزل تحلم أن تكون كالبلاد. للقدس سلام. بداية وقبل كل شيء أعزي جمهور الشعر العربي في كل مكان والشارع الفلسطيني بصفة خاصة بفقيد الكلمة أحمد دحبور لروحه السلام. هذه القصيدة مهداة إلى فدوى طوقان في مئويتها. ظلاني لرحلة واحدة ما بين حربين، ما بين حربين حاكت ثوب وحدتها. خيطا فخيطا تعري ليل غربتها. تكشف البحر في أنفاسها حمما وموج حلما يناجي ضوء غيمتها. كانت تثور على الأطلال عاشقة. محرابها الشعر ناموس لصرختها. لكنه الصخر أرخى الآه مقصلة. وش من يدق على أبواب لهفتها. كم حاصروها أحالوا العمر مقبرة. فذاب شمع وصلى عند قبلتها. لأنها من رحيق القدس سنبلة، فاحت رياضا تواري نزف ضفتها. لم يسمعوها جراح الأرض صاخبة. هابيل يصحو على أصداء نكبتها. يا إخوتي بجنوب الروح خارطة. كل الجهات ستمضي نحو صخرتها. لكنني ورياح البوح تعبرني. بعثرت قلبي قصيدا في محبتها. أمه جئتك والأوطان تتبعني. بنتا تخبئ أقمارا لرحلتها. عبلة لخصت بكلماتها مسيرة الشاعرة الكبيرة فدوى طوقان، فما هو رأي لجنة التحكيم بما قدمت؟ نبدأ معك الدكتور علي. لروح أحمد دحبور السلام
ولفدوة وقان في مئويتها التحية والسلام والإكبار. وهذا نص شعري بديع يقوم على بناء فني، على بناء فني متقن وحركة نفسية تمسك بتجربة الشاعرة الفلسطينية الراحلة فدوى طوقان وترسمها باختصار واقتدار، ترسم التجربتين القاسيتين، التجربة الخاصة والتجربة العامة. فلقد عانت فدوى طوقان من قمع ذكوري فحولي مجتمعي ومن قمع آخر أقصى منه من المحتل. يستمد عنوان القصيدة جماله من هذا الاشتباك مع سيرة فدوى طوقان. عنوان القصيدة ظلان لرحلة واحدة، وهو يذكر بسيرة فدوى طوقان، رحلة جبلية، رحلة صعبة التي ترسم فدوى فيها معاناتها الإنسانية وتطورها الشعري. مفتتح النص جميل يقوم على مفارقة لافتة تستحق التوقف ما بين حربين. حاكت ثوب وحدتها خيطا فخيطا، تعري ليل غربتها، ففي البيت إشارة إلى هزيمتي عام 48 و67، وإلى هذا الاندغام في حياة فدوى بين الخاص والعام كما ذكرت. لكن الثوب يستر في العادة، وهذا ثوب يعري ليل الغربة ويكشفها. النص مرافعة شعرية قوية عن فدوى طوقان وتجربتها وانكساراتها الشخصية، وبوح شعري لعبلة من خلال هذا التماهي مع الأم الشعرية. فلقد أحسنت استدعاءها هنا، وأتمنى لك التوفيق. شكرا لك. شكرا دكتور علي. دكتور عبد الملك. مساء الخير عبلة. لدي ثلاث أو أربع ملاحظات، وأتوقف بعد ذلك عند البيت الرابع. الأولى، كنا لاحظنا بأن مثل هذه الهداءات تقتل القصيدة، أنت جعلتها يعني مقالة وليست قصيدة. عندما نعلم بأن الأمر يتعلق بفدوى طوقان وتكتبين خمسة أسطر تتحدثين فيها عن ذلك، أنا أعتقد أن هذا أنا لا أميل إليه. طيب، بالنسبة للأمر الآخر، مسألة لغوية، تقولين تكشف البحر في أنفاسها حمامة. هذه الحمام لا توجد إلا عندك، لا توجد في أي معجم عربي، إنما يقال حمم بالضم لأن المفرد حمامة أو حمة. طيب، بالنسبة لل يعني ظلان لرحلة واحدة، أوغلت في التهويم بهذا العنوان الذي لا يركب أوله آخره. أكتبوا للناس وليس لنا وليس للنقاد، يعني حتى يفهم المشاهدون بعض هذه الأشعار الجميلة. أتوقف لدن البيت الرابع الذي أرى صورته غاية حقيقة في جمال النسج الشعري الساحر البيان. لقد استحال الصخر إلى كائن حي متحرك قوي، فأرخى آهه مصقلة تقطع الأعناق، متشمة بما يتيح لها دق أبواب اللهفة والقلق والإشفاق. إنها صورة شعرية رقيقة رشيقة وبديعة مريعة، تكسر بقوتها حدة المصقلة فتغالبها وتطاولها، حيث اجتمع في هذا البيت سمات الصخر والمصقلة والدق لتعود بالرفق على الوشم الذي هو رمز للجمال، وعلى الآه الذي هو عنوان على الشجو والحرقة والشجن. يا عبلة، لقد أنشدتنا قصيدة غاية في الحداثة والجمال. شكرا. شكرا دكتور عبد الملك. دكتور صلاح. تصحبين يا عبلة صاحبة الرحلة الجبلية الصعبة، وهي لم تكن مثل بني لبي التي تنقض غزلها أنكافا، لكنها حاكت بالفعل
ثوب وحدتها كما تقولين، وباحت بالعشق في محراب الشعر، وأعلنت الحرب على قابيل الأحمر كما تذكرين في الأبيات المستقاة منها. القبسات الحارة الجميلة التي تقبضين عليها وتوظفينها عن طريق التناص من شعر فدوى ومواقفها، قبسات مضيئة مقصلتها بالفعل التي صلبت عليها كانت صخرة التقاليد العاتية من ناحية، وكانت تهمة وجهت إليها وطوردت بها عندما زارت الولايات المتحدة، وهي تهمة عداء السامية. تقولين إنها سنبلة من رحيق القدس، وأنت تعرفين أيضا أنها مضمخة بعطر نابلس، وكان نداؤها الذي وضعته بين قوسين يا إخوتي كان صدى لنداء ارتفع من أرض الكنانة عندما كتب علي محمود طه: أخي جاوز الظالمون المدى، وغناها عبد الوهاب في أغنية خالدة. اللفتة الشعرية التي تعتمدين عليها بحفاوة أنثوية جميلة، تبعثرين قلبك في حب الأم، هذا طبيعي، لكنك، وهذا ما آخذه عليك، تنساقين لشيء من الغرور في البيت الأخير، إذ تقولين: أما وجئتك والأوطان تتبعني. أية أوطان تتبعك يا عبلة؟ لقد تمزقت ولم تصبح وطنا، وحدوا الوطن في فلسطين حتى يمكن لكم أن تنقذوه. شكرا لنفسك الشعري الجميل. شكرا للجنة التحكيم، وشكرا لك أيضا عبلة، ونتمنى لك الخير والتوفيق. دكتورة نادين. نعم، وكما تلاحظ محمد، هند من تونس تكتب الآن أبيات الارتجال التي ستلقيها أمام جمهور الشعر ولجنة التحكيم. كل التوفيق لك يا هند. الأقلام فاضت بعطر حبرها، وشعراؤنا بكلماتهم أناروا مسرحنا وأمسيتنا مستمرة. وبعد الفاصل سنستمتع بأغنية متميزة للفنانة شهد برمدة والفرقة المصاحبة لها، انتظرونا. نعم سرى طيف من أهوى فأرقاني،
والحب يعترض اللذات بالألم. نعم سرى طيف من هو فرقني والحب يعترض اللذات بالألم. والحب يعترض اللذات بالألم. والحب يعترض اللذات بالألم. لولا الهوى لم أرق دمعا على طللي ولا رقت لذكر البان ولا ساكني في قلبي. يا ساكني لكم معنى لطيفا سرى معناه ضمن دمي وعرف عرف روحي في معارجها بذكركم كم يداوى في الهوى سقمي. لولا الهوى لم أرق دمعنا ولا رقت لذكر البان ولا علمي لذكر البان ولا علمي. يا لليالين يا لليالين يا لليالين جادك الغيث إذا الغيث هما. جادك الغيث إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس.
نرحب بالشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب أسر الشهداء ديوان ولي عهد أبو ظبي. نشكر لكم هذا الحضور ونتمنى لكم معنا أمسية جميلة. أمير الشعراء يزهو ويتألق وتسمو الكلمات في مسرح شاطئ الراحة، فأهلا ومرحبا بكم. شكرا على حضوركم، وأيضا شكرا جزيلا للفنانة شهد برمدة على هذا الأداء الرائع، وطبعا كل الشكر للفرقة الموسيقية التي صحبتك. أهلا بك في أبوظبي في مسرح شاطئ الراحة وفي برنامج أمير الشعراء. شهد، برأيك برامج المسابقات عموما ماذا تقدم للشباب المشاركين فيها؟ مساء الخير، أنا سعيدة بمشاركتي معكم كثير، وشكرا على الدعوة الكريمة. برامج المسابقات دايما بتحط صاحب الموهبة على أول الطريق، بتشق له الطريق وهو عليه يكمل، فيعني يا بيكمل مزبوط يا ما بيكمل، فهي دايما بتكون مثل ما بيقولوا رأس الخيط. صح لسانك، أنا تعلمت صح لسانك. شكرا لك، شكرا الفنانة المتألقة شهد برمدة. وليد الخولي من مصر يطل علينا مباشرة من غرفة الشعراء وهو يكتب نص الارتجال الخاص به. ثالث شعراء الأمسية جاء من سلطنة عمان، تتميز موضوعات قصائده بالوجودية والبحث عن حقيقة الذات، وهو أول شاعر تأهل إلى هذه المرحلة بتصويت المشاهدين. الشعر هو الوطن الذي ينتمي له. عنوان نص رهين الجدب، هي موضوع خاص تتكلم عن القلق الروحي في هذا الوجود. عيناه تحمل حزنا لا انتهاء له، وقلبه ربما بالعشق منفطر. انا اختلف مع صديقي العزيزين، هذه فيها نوع جديد من الشعريه يجيزها بقوه وهي مجازه. شكرا 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 استاذ. شكرا. كان في ارتباك وكنا مرتبكين كثيرا، والارتباك اخذ كثيرا من التركيز. نمشي على الريح، نايات تصاحبنا، ونعزف الحب والأحلام تهوانا. لم يعلقوا، اكتفوا بالتسجيل في الأوراق. أتمنى أن أقدم شعرا جيدا يليق بوطني. لجنة التحكيم اختارت المتأهل الشاعر حسن عامر. المتسابق الأول الذي استطاع إقناع لجنة التحكيم والجمهور عبر التصويت، ناصر الغساني من عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة منحوتة بالطين، حتام بالموت، هذه الأرض تختنق. يا رب هل من غد بالحب يأتلق؟ غيب وزوادتي شعري، وفي وجعي صوت الذين بقهر الحرب قد سحقوا. لي من أبي صبره لو مرة جدبت حولي الحياة، وروحي حزها القلق. معي تلاوات أمي، إن دنا وجل سأستجير بها منه فأنعتق. حملت همك يا أرضي، ومن كسفت شمس القديمة حتى هالها الأفق. بالصبر عمدت عمري، ربما قدر من قوة في جدار الموت ينبثق. ما زال يومض في أحلامنا أمل
كأننا في مدى طغيانهم فلقوا بأرضنا لم نزل كالنخل راسخة جذورنا عن ثراها ليس نفترق فلن نكون كشطرنج تحركنا يد اليباب بتيه ما له طرق وظل قابيل لن يغدو لنا وسنا ما دام للحب في أرواحنا رمق لا بد أن يخلع الإنسان عن دمه خوفا ليسقط عن تاريخه غسق فالأرض تحتاج إنسانا يحررها حتى بالموت والطغيان تختنق. شكرا. ناصر يرى بأن الحب سينتصر على الظلم في النهاية، فما هو رأي لجنة التحكيم بنصه هذا؟ نستمع بداية إلى رأي الدكتور عبد الملك. أهلا يا ناصر. مرحبا دكتور. أنت شاعر قلق، وهذا القلق هو نصف الشعر. استعمالك الاستفهام في البيت الأول مرتين احتام هل من غد ثم النداء مرة واحدة دليل على القلق، وهو إنشاء جميل يعصف بالخبر الثقيل. حتام بالموت هذه الأرض تختنق، يا ربي هل من غد بالحب تلق. فأسباب التقاتل مصدرها الضغائن والأحقاد وانعدام الحب والتسامح بين كثير من الناس. نرجو أن تنتصر الحكمة أبدا لدى الشعوب ولدى الأمم. يمثل هذا البيت نبلا في مضمونه وبيانا في نسجه وجمالا في لغته، حيث عج بالقلق وطفح بالاستنكار فعبر عن قيمة إنسانية عظيمة وهي السلام. كذلك جعلت في هذا المطلع الأرض تختنق بالموت الذريع على رحابتها لغياب الحب ولانعدام التسامح بين الناس، وكان كل ذلك في بيان ناصع ونسج رائع وانتهاك للغة مليح، وتيك هي جمالية الشعر الفصيح. كان مطلع النص بديعا ولكن عنوانه كان أبدع، وكان شعرك مريعا ولكن لغته كانت أمرع. شكرا. شكرا لك دكتور عبد الملك. دكتور صلاح. لا أعرف ما الذي أبدع فيه ناصر في عنوان القصيدة، إذ يقول رسالة منحوتة بالطين. هل الطين هو أداة النحت أم أنها منحوتة من طين؟ لا أعرف ماذا تقصد. لو كانت منحوتة من طين فستصبح الرسالة فخارا، والفخار مصيره الكسر بسهولة. أداعبك بذلك يا ناصر، وأفهم صرختك ووجعك وتوقك للتحرر والانعتاق. في القصيدة تناشد الصبر مرتين وتنتظر القدر. هذا هو أخلاق وطباع الشباب مثلك؟ ألم تسمع أم كلثوم إنما للصبر حدود؟ أعتقد أن الشاب لا يستجير بتلاوات أمه، بل يستجير بعزمه وإرادته وطموحه، فتلك هي القيم المناسبة للشباب. صورك الشعرية تقليدية، فأنت راسخ مثل النخل وتنتظر الأمل كأنه صبح. ربما كانت الصورة الوحيدة الطريفة لديك هي صورة الشطرنج،
فأن تكون ألعوبة ضائعة في يد القدر. البيت الأخير الذي تختم به مباشر بالصبر، تقول: فالأرض تحتاج إنسانا يحررها حتى ما بالموت والطغيان نختنق. ليتك جسدت ذلك بطريقة شعرية أجمل وأقوى، فأنت جدير بأن تقول شعرا جميلا يا ناصر. شكرا. وشكرا. شكرا دكتور. شكرا لك دكتور صلاح. دكتور علي. ناصر، الإنسان لا يحتاج أن يحرر الأرض بقدر ما يحتاج أن يحرر نفسه من هذا الوعي الأيديولوجي الديني الزائف الذي يحرك الواهمين كما تشبههم كأحجار على رقعة الشطرنج، وإن كان الوصف هذا وصف تقليدي قديم. عنوان القصيدة كما أشار الدكتور صلاح فضل يعني يربك كثيرا، يعني لا ندري من هو المنحوت ومن هو ناحت الطين أم الرسالة، فنحن يعني ولا ندري الرسالة أرسلت لمن، لكن أتمنى أن تكون قد وصلت. عنوان القصيدة يوضح فكرتها ويكشف بنيتها، فهي كما أشار ناصر رسالة، ومن شروط الرسالة أو من خصائصها الوضوح والدقة وعدم الغموض، وهو ما يتجلى واضحا في هذا النص الذي يصدر عن تساؤل مرهق يصعب الوصول إلى إجابة حاسمة ومحددة له. حتى ما بالموت كما تقول هذه الأرض تختنق يا رب، هل من غد بالحب يأتلق؟ ولما لم يكن في وسع ناصر أن يجيب عن السؤال الذي يسأله ويطرحه على نفسه، هرب بذكاء إلى الحاضر فاستحضر صورة الأب والأم أو صبر الأب وتلاوات الأم. تدثر دوما بتلاوات الأم، يعني هي التي تنقذ، واستقوى بالصبر والأمل وبقوة الانتماء إلى الأرض. ولما لم يجد ناصر أن الرسالة واضحة بما فيه الكفاية، لجأ إلى المباشرة والأمر والوعظ، وهذا غير مستحب في الشعر خاصة في البيتين الأخيرين. لابد أن يخلع الإنسان عن دمه خوفا ليسقط عن تاريخه غسق. فالأرض تحتاج إنسانا يحررها حتى ما بالموت والطغيان تختنق، وهو ما يذكرني بقول أبي العلاء المعري: الأرض للطوفان مشتاقة لعلها من درن تطهر. لكن يعني أبو العلاء المعري يصدر عن فلسفة، فأنت تصدر عن ماذا؟ نص جميل لكنه وليد العقل، ونحن بعد الكلمات الجميلة التي غنتها الفنانة الأندلسية جادك الغيث، وقعنا ضحايا العقل والذهنية المطلقة في هذه القصيدة. فالمشاعر منضبطة والخيال معقلاً، والقصيدة ينبغي أن تقاوم هذه العقلانية الذهنية. أشكرك أخي الكريم. شكراً. شكراً. شكراً لك دكتور علي. ناصر الغساني من سلطنة عمان قدم نصه أمام لجنة التحكيم، وسيطل عليكم مع بقية زملائه بعد قليل في فقرة الارتجال. محمد. نعم دكتورة نادين. أعزائي، وفي هذه الأثناء يكتب إياد الحكمي أبياته لتكون جاهزة ويلقيها أمامكم. أما رابع المتسابقين جاءت من تونس الخضراء، عمها قدوتها وأشعارها تنطلق من صميم الأحداث، جمهورها الأول ابنتها وجمهورها الثاني من أهلها للوصول إلى هنا. تجربة انتظرتها طويلاً وحلم انتظرته طويلاً، وإن شاء الله يعني يوفق ويوفق الجميع. النص بعنوان: ما سقط سهواً من شهرزاد. عجبني كل النساء ذبلن فيك ووردة حمراء تحت سياط شكك تسحق. سعيدة بإجازة الأساتذة، طبعاً أساتذة كبار وشهادتهم يعني كبيرة وتضيف إلى الشاعر. توتر قبل الدخول إلى القاعة. وكن سماءً في آفاق فتنتك لعل بعضك بالغيمات يزدحم.
شكرا لكم انتم الثلاثه. كرسي القراءة له رهبة كبيرة وقداسة ومر عليه الكثير من الشعراء الرائعين، وأنا سعيدة جدا بوصولي إلى هذه المرحلة والحمد لله. نبارك لعمر عناز. سيكون ثاني المتأهلين هي هندة بنت الحسين من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا طمحت للحياة النفوس فلا بد أن يستجيب القدر. تنهدات الياسمين العاشق. مذ ضاعت الجنة الخضراء يبتدئ عزفا ليرحل عن تفاحه الخطأ. لي من إذا الشعب حلم يقتفي قدرا ملونا أملا بالفجر يمتلئ. ولي هواه كما النايات أسمعه يعد لحنا عليه الروح تتكئ. ويصطفي وطنا حرا إذا اشتعلت نار القبائل بالعشاق تنطفئ. هذا الذي في دمي ماجت قصائده بحرا على عاتيات الحزن يجترئ. ولم يخف جبل المعنى فصار له أفقا تطرزه أحلام من قرأ. غنت له الأرض بل كانت تراوده عن هدهد تهتدي في ضوئه سبأ. يعدو إلى ذكريات الغيم ينثرها في قفر قلب غريب فاته الكلأ. من أجل حرية الأوطان صار إلى قصيدة لم يطاول ماءها ظمأ. ما زال يسكب ضوءا في الحياة له النهار عند انسدال الليل يلتجئ. ويحمل الوطن الإنسان بوصلة فالأرض من قلبه المفتوح تبتدئ. وشكرا. حرية الأوطان تجلت في عبير الياسمين، فما هو رأي لجنة التحكيم بما قدمت هندة اليوم؟ نبدأ معك دكتور صلاح. في هذه القصيدة وعنوانها دال، تنهيدات الياسمين العاشق أو تنهدات الياسمين العاشق، مطارحة جميلة جدا لأبي القاسم الشابي، وهذا منطلق رائع لقصيدة شعرية بديعة. لكنك للأسف يا هندة لم تتخذي الوضع الشعري الصحيح في مقابل أبي القاسم، استعبدتك القافية المهموزة، فمنذ البيت الأول اضطرتك إلى شيء من الركاكة عندما تقولين ليرحل عن تفاحه الخطأ. كيف يرحل الخطأ عن التفاحة؟ ربما تقصدين التفاحة والخطيئة الأولى، وهما شيء آخر غير الخطأ. تغازلين كلمات الشاب بتنص فيه شيء من القلق عندما تقولين لي من إذا الشعب حلم يقتفي قدرا ملونا أملا بالفجر يمتلئ. كيف يمتلئ بالفجر؟ ويصطفي وطنا حرا إذا اشتعلت نار القبائل.
المشكلة أنه لم تشتعل نار القبائل عقب الثورات، بل اشتعلت نار الطوائف والأحزاب الدينية. وبدلاً من أن تنشد الحرية وتحققها وتحقق معنى الحياة كما كان يريد أبو القاسم الشابي، أطفأت جزوة الحرية وتركتنا في صراعات مريرة. نقطة الضعف لديك دائما هي القافية. انظري مثلا عندما تقولين ينثرها في قفر قلب غريب فاته كلأ، هذا تعسف. قصيدة لم يطاول ماءها ظمأ، كيف يطاول الظمأ الماء؟ من أجل هذا يا هندة اخترع الشعراء المحدثون قصيدة التفعيلة حتى لا تستعبدهم القافية التي لا يستطيعون مواجهتها باقتدار. أنصحك بأن تكتبي قصيدة تفعيلة، فلديك نفس شعري جميل يستحق أن يتحقق. وشكرا. شكرا. دكتور علي، هذه تناهدات الياسمين العاشق طبيعي أن تخرج يعني مرتبكة ومربكة، والمعنى فيها ملتبس قليلا ومتعثر لأنها تناهدات. وهند أو قصيدة هندة تنطلق من تناهداتها هذه، والحق يقال يعني ليست من مشاعر فردية وإنما من مشاعر جمعية عامة، ولعلها تستدعي أيضا على نحو غامض ما سمي بثورة الياسمين في تونس، كما تستحضر بيت أبي القاسم الشابي إذا الشعب. لكن من الحق أن يقال إن القصيدة لا تقع في براثن تسييس الشعر، بل تظل تصنع القصيدة المملوءة بالصور وبالألفاظ المنزاحة عن دلالتها القريبة. في النص إشارة إلى هدهد سليمان وسبأ، وهي إشارة تجيء في إطار بحث الأرض عن ذاتها. البيت الأخير في النص أفسد أو كاد هذا المناخ المتشح بالغموض، فأخرج النص من عباءة الشعر الغامض إلى وضوح الفكرة. شكرا لك هندة. شكرا. شكرا دكتور علي. دكتور عبد الملك، مساء الخير هندة. مساء النور أستاذ. إذا طمحت للحياة النفوس فلا بد أن يستجيب القدر. لا أجد صلة كبيرة بين هذا البيت وبين مضمون القصيدة. اتكاء الروح على اللحن ليس من الاستعارات الجميلة، كان لاحظ الدكتور صديق صلاح أن لك مشكلة مع القافية، ولذلك أنا أيضا أنصح لك بأن تقلعي عن القصيدة العمودية إلى قصيدة التفعيلة، فقد تكون لك أيسر وللمتلقي أجمل. فالنايات ذات صوت منتشر واللحن غناء منهمر، على حين أن اتكاء الروح عليه قد يعد قتلا لهذا اللحن في رأيي على الأقل. في البيت الرابع صورة فنية بديعة، حتى لا نقسوها عليك كثيرا، حيث جعلت العشاق يطفئون اشتعال النار بحبهم مما يضرمه شرار الناس. كأني أشم في هذه القصيدة كأني أشم في هذه القصيدة رائحة الشيح اليمني. فهناك تذكرين الجنة الخضراء وبدلناهم، الله تبارك وتعالى يقول وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل، ثم تذكرين الهدهد، ثم تذكرين سبأ، ثم القبائل. أعتقد أن في هذا ما يعني لا يومئ ولكنه يصرح.
وهذا من حقك. أعتقد أن البيت التاسع قد يكون أقرب إلى أفهام الجمهور وأكثر قبول لدى أذواق المتلقين. أنا أعتقد أن هذه القصيدة درجت في عدة مستويات، من الوجهة اللغوية ومن وجهة المضمون معا، وكأنك كنت تبحثين عن شيء وتنشدينه فلم تجديه. لكن في النهاية هناك أبيات حقيقة جميلة وصور أنيقة، ولذلك ابتدأت بإرادة الشاب وانتهيت إلى الحديث عن وطن مفتوح وفضاء مجروح وقلب مقروح. أعتقد أنك يا هندة شاعرة. شكرا. لجنة التحكيم قيمت أداء هندة ونصها، نتمنى لك النجاح يا هندة. دكتورة نادين. كلها أمل بالحصول على رضا الجميع. تطل عليكم الآن عبلة جابر من غرفة الشعراء وهي تكتب أبياتها التي ستلقيها في فقرة الارتجال بعد قليل. مستمرون معكم جمهورنا هنا في مسرح شاطئ الراحة، وأنتم متابعون عبر قناتي بينونة والإمارات، لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وثامن ليالي الحب والشعر ما تزال تسطع من أبوظبي، حيث يمكنكم متابعة آخر أخبار شعرائكم المفضلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. خامس المشاركات وآخرها الليلة، شاعر مصري بدأت علاقته بالشعر من خلال الموسيقى. الموارد الشعبية كان لها أثر كبير على مسيرته، أما التصويت هو الذي أوصله إلى هنا. أعتقد أن الشعر يجعلني أكثر تواصلاً مع روح الإنسان، لا مجرد طبيب أعالج الأجساد فقط. لهذا المصير الذي كانني، لحلم البعيد الذي لم يكن. هذه القصيدة يعني كأنك كتبتها لتغنى. شعور بسعادة ولكن مؤجلة، هل سأواصل أم سينتهي المطاف عند هذه اللحظة؟ أقول لكم بيتا من الشعر وتنظمان على نسقه وزنا وقافية بيتين. إن الماس نادر والفحم كثير. يعني شو قصدك هو عم يكتب فحم وأنت عم تكتب ماس؟ لا أنا أضرب مثلا. بعض من التوتر، بعض من الرجاء، مشاعر متمزجة، لا يوجد شعور واحد مسيطر. نجم وفارس هذه الحلقة والمتأهل هي آمنة حزمون. ثاني أعلى نسبة من أصوات الجمهور. وليد الخولي من مصر. لا أجد ما يسعدني من الكلمات لأشكركم وحبكم، أنتم أحببتموني دون أن تعرفوني، أعطيتموني أصواتكم، محبتي محبتي محبتي. مساء المحبة. قلبي وعزائي لإخوتي في الإنسانية وفي الوطن التي اغتالتهم يد الشيطان. أثق في قدرة مصر على قطع هذه اليد. مصر التي أهدت البشرية فجر الضمير ستمحو عنه هذا الظلام. تنهيدة تتسلق الروح. لا أنت أنت ولا أنا من كان. اثنان جنة في الغرام سوانا. كنست رياح الوقت أوراق الهوى،
من بعد أن فجأ الخريف هوانا، لا خلف يلتفت الزمان إليه، هل نفخ الرماد سيوقظ النيران؟ بعد سقوط تشبثين بتوبة، بعد سقوط تشبثين بتوبة عبثا، فذنبك أذهل الغفران. علقت قلبي في مخالب حيرة، بندولها المجنون لا يتوانى. هل كنت أنت أم اختلقتك؟ ما أرى في الحب، كنت الرب والشيطان. ذئب الحنين محدث بي نفسه، لكنني أطعمته الكتمان. لحديثك المغموس في عسل التشهي، حين سال على دمي ألوانا. لشذاكي هب له النسيم مؤذنا، ولكم رفعنا في الغرام أذانا. الذكريات يعض روحي نابها، تعوي إلى قمر سناه خانا. لكن قلبي لم يزل نايا، إذا نفخ الهوى فيه شذا ألحانا. فاصدع بشعرك يا دمي أغنية حول الدموع لتمسح الأحزان. شكرا. الخريف يقصف أوراق الفراق في نصك يا وليد، ولجنة التحكيم ستبدي برأيها الآن، ونبدأ مع الدكتور علي بن تميم. وليد يستعمل تنهيدة واحدة، وقبله هندة تقول تنهدات، لكن تنهدات هندة يعني تنهدات لياسمين العاشق، كأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة هذه الياسمينة. لكن تنهيدة وليد قادرة أن تتسلق الروح، يعني على الرغم من أن التنهيدة تسقط في العادة، لكنها تنهيدة الحب، تنهيدة الحب لا تسقط أبدا، تظل تتسلق. لحظة الحب في هذه القصيدة تبدأ من لحظة النهاية، لا أنت أنت ولا أنا من كان، ولهذا في القصيدة طافحة بمظاهر لحظة النهاية تلك، فهي فعلا تنهدات عاشق حزين. ولعل الاستفاضة والاستطراد في مطاردة المعنى واختياره بحر الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل، هو ما أعطى للإيقاع بعدا ممتزجا بالألم والحزن. يمثل قلب الشاعر في النص العنقاء أو طائر الفينيق الذي ينهض من قلب الرماد فيعيد الحب بهيا كما كان في بداياته. ألم أقل لك أن التنهيدة تتسلق هنا ولا تسقط؟ لكن قلبي لم يزل نايا، إذا نفخ الهوى فيه شذا ألحانا. تتناص هذه القصيدة مع نصوص مرموقة في الشعر العربي، فالبيت الأول لا أنت أنت ولا أنا من كان، اثنان جنة في الغرام سوانا، يذكر بيت أبي تمام لا أنت أنت ولا الديار ديار، خف الهوى وتولت الأوطار. والبيت الثالث لا خلف يلتفت الزمان إليه، هل نفخ الرماد سيوقظ النيران، يذكر بيت عمرو بن بعد يكرب، ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد. والبيت الخامس علقت قلبي في مخالب حيرة بندولها المجنون لا يتوانى، يذكر بقول قيس بن الملوح، كأن فؤادي في مخالب طائر إذا ذكرت ليلى
يشد به قبضة. لكنني أتساءل يا وليد، كيف جمعت بين أبي تمام وعمر بن معد يكرب وقيس بن الملوح في هذا الهذيان الجميل؟ شكرا على هذه القصيدة الجيدة. شكرا لك دكتور علي. دكتور عبد الملك مرتاد. وليد مساء الخير. مساء الخير دكتور. أين الحذاء الأحمر؟ نعم، أين الحذاء الأحمر؟ لا يليق بهذه القصيدة. عندي ملاحظات بسيطة قبل التعليق الفني. البيت الحادي عشر شذا الحانة، أنت كتبتها بالذال المعجمة؟ نعم، ليس شذا، شذا شذا يشذو الفعل بالذال. يعني اشتدت رائحته. هذه لغة عجيبة، أين وجدتها يا موجودة رجل؟ في المعجم يا دكتور. أبدا راجعت شذا يشذو بالدال المهملة فقط، وهو الشادي والشدو. شذا شيء آخر، شذا العطر وال هذا أمر. الأمر الآخر، ما كان شأنك أنت بهذه الممثلة الأمريكية؟ نعم، ما كان شأنك بهذه الممثلة الأمريكية وصاحبها؟ ألم يكن لك يا رجل في كل تراثنا العربي الإسلامي القديم والحديث تشابه التجربة؟ والله أنا لا أحب يعني الشعراء العرب أن يتركوا جلودهم ويبحثوا في عوالم أهل الغرب، مع أننا نؤمن بالتثاقف الثقافي، لكن الآخرون لا يقرون لنا ولا يعترفون بنا. فنكون أوسع إنسانية منهم، ونحن لا نقل عنهم في مجال الأدب على الأقل، التكنولوجيا فاقونا. طيب، القصيدة ما دام الدكتور علي تحدث عن هذه التناصات، أنا أجد أنها لها كأن لها صلة. أرى خلل الرمادي وميض جمر فيوشك أن يكون له ضرامه. ثم النار تتقد، لا تستيقظ، النار تتقد ولا تستيقظ. ثم كنت الرب والشيطان، يا رجل شيء من التأدب مع الله تعالى. يعني لو قلت الملاك ما بدل الرب ربما كان يكون أليق بالنسبة يعني للمتلقي العام وليس لنا نحن. أعجبني من قصيدتك البيت الأخير، خاطبتها فيه دمك ليصدع بالشعر ليشدو أغنية في خضم الدموع التي تؤدي وظيفة مسح الدموع نفسها، فهنا شيء من انتهاك اللغة وانزياحها وشيء من التصوير الفني البديع. شكرا يا وليد. شكرا لك دكتور. دكتور صلاح، أنقذت نفسك يا وليد بالمقدمة القصيرة التي قدمت بها للقصيدة، لأنني وأنا أقرأها قلت يا لمفارقة السياقات، وليد يتكلم عن الغرام وعن كذا وهو الشاعر المصري في هذه الحلقة ومصر في مأتم هذه الأيام. لم تكن تدري بطبيعة الحال أنه عند إلقاء قصيدتك سيخيم علينا هذا الحزن الذي يجتاح قلوبنا لما يفعله الإرهاب الأسود في الوطن العربي وفي أبنائه. مع ذلك لنتأمل قليلا في الشعر. عندما تقول في البيت الثالث: لا خلف يلتفت الزمان إليه، هل نفخ الرماد سيوقظ النيران؟ مع كل ما يقال كثيرا ما يؤدي نفخ الرماد إلى إيقاظ النيران. أنت إشاراتك الثقافية سواء كان لمسرحية أرثر ميلر بعد السقوط
وقد قالها كتبها كما يعرف الجمهور المثقف بعد انفصاله عن الممثلة الشهيرة مارلين مونرو، أو إشاراتك الأخرى إلى أحداث ثقافية تحتاج إلى مذكرات شارحة، ودائما يفضل أن تكون القصيدة واضحة بذاتها لا تحتاج إلى مثل هذه الإشارات الشارحة. القصيدة الذكريات التي تقول عنها: الذكريات يعض روحي نابها، يعوي إلى قمر سناه خانا. أعتقد أن القافية هي التي خانتك في هذا البيت، وأعتقد أن تجربة القصيدة كلها لم تكن معبرة عن قدر شعريتك وإمكاناتك الحقيقية يا وليد، لكن يبدو أن تقاطع السياقات في زمن كتابة القصيدة ولحظة إلقائها هو السبب الحقيقي في أننا أو أنني شخصياً لم أستمتع بها. أتمنى لك التوفيق. شكراً. شكراً دكتور، وكل الشكر للجنة التحكيم ولك أيضاً يا وليد. محمد، مع نهاية إلقاء آخر الشعراء بدأ القسم الثاني من حلقتنا الليلة، حيث سيرتجل كل متسابق ثلاثة أبيات عن موضوع الشهيد، لكن في البداية دعونا نتابع هذا التقرير. سلام العرب، سلام. نزف الروح تلو الروح فخرا، شباب أشرقت أجسادهم فغاب وجه الشمس خجلا، كل قطرة حمراء سقت نخيلا أخضرا، هو شمعة أذابت ما لها لأحيا وتحيا، هنا مجدهم لا تراب يغطيه ولا رملا، واحة للكرامة خلدت ذكراهم أبدا، خير بشر اصطفاهم المولى، لا غسل ولا كفن ولا ألم، هو الشهيد وهو البطل، بان البلاد قالها يوما. يا شباب الوطن لبوا نداكم واحموا الدار ضد الطامعين، الشهامة لكم من مستواكم وكل طايش لها الردع المهين. الشهداء هم فخر الأمة ومصدر عزها، وهم وهج العطاء الذي لا ينطفئ نوره. بالتأكيد، وأبناء زايد الخير ما يزالون على عهدهم في الدفاع عن وطنهم والذود عن حياضه، راهنين أرواحهم رخيصة فداء الدار وأهلها. أما الآن فكل شاعر سيبدأ بإلقاء أبياته التي حضرها، ستكون البداية مع إياد الحكمي وختامها مع وليد الخولي. طبعاً كل التوفيق للجميع، وليبدأ الارتجال. إياد الحكمي. مساء الخير مرة أخرى. الشهداء، الله يحرس موتهم بالنور، إذ بالنار يحرس عيشه الطاغوت، الحرب يا للحرب، طعنة خنجر صدئ يفيض بها الدم الياقوت، في الحرب لا شجر يعود لمائه حتى يعود لجذعه التابوت. شكرا. عبلة جابر. نحو السماء على درب الشهادة كان دمع ومعراج لقافية وقدس، وكان الشعر أول ما تبدى ينادي نورهم فتجيء شمس من الأقصى.
من الأقصى ستشرق أمهات إلى شط الخليج يقام عرس. ناصر الغساني. مساء الخير مرة أخرى. الشهيد في روحه كل حزن الأرض يجتمع، أراد حرية بالحب تتسع، يطارد السلم هذه الأرض، هذه الحرب تعرفه، في تيهها ظل مثل النجم يلتمع. قناصه قال ها قد مات في فرح، لا لم يمت، كان كل أنوار يرتفع. شكرا. هندة بنت الحسين. هذه الشهادة كالأسرار تكتشف، حتى تكاد دروب الجرح تنخسف، فلست أعرف ألوانا لذاكرتي إلا شهيدا إلى معناه يزدلف، وإنني بعض ضوء الفجر يسكبني عطر الشهادة حتى الليل يعتكف. وليد الخولي. بريد الشهيد، دماؤه صرخة لهاث ردا، بأي قلب ينام قاتله؟ وأمه لوعة مسافرة، في كل دمع عنه تسائله، دم الذي سال أم ترى دمه، أم دم مغتاله يبادله؟ شعراؤنا شكراً لكم على ما قدمتم، والآن ننتقل إلى لجنة التحكيم لنسألها عن رأيها. البداية معك دكتور صلاح. أولاً أحب أن أقول أن موضوع الشهادة من قبيل شعر الحماسة، وهو باب هام في الشعر العربي، لكن مفهوم الشهادة في عصرنا هذا يحتاج إلى تحرير، فهي لا تكون إلا دفاعاً عن الوطن ومشروعيته وسلامه وأمنه. لا يمكن أن تكون الشهادة لإرهابي يغتال الأمن والسلام. أبدع الشعراء كل بنبرته، وأتقنوا في كتابتهم. غلب على إياد صوت الحرب وركز على الشهداء، لكن بيته الأخير فيه كثير من التعمية، وإن كانت الصياغة تظل نقطة قوته الجوهرية. عبلة تمسكت بقدسية الشهادة، والشهداء يقابلون بالزغاريد في فلسطين الشهيدة، ولذلك طرحت الأعراس حتى تصل إلى الخليج. ناصر ركز على خلود الشهداء مبرزاً أن قناصة هو الذي خانه عندما خطف روحه. أما هندة فقد تغنت بالشهادة بطريقة جميلة وقوية. وتوقف وليد عند بريد الشهيد في لفتة شعرية جميلة. كلهم أجاد وأهنئهم. شكراً دكتور صلاح. دكتور علي. لا أدري إن كان المقام يسمح أيضاً أن أعلق على ما قاله الدكتور صلاح، لكني أعتقد يعني قبل ذلك الشعراء كانوا يصدرون عن يقين تام بأن
الشهيد هو الذي يموت من أجل وطنه، لكن ينبغي أن نسائل فكرة الشهيد. يعني فعلا هذا المعنى ملتبس اليوم التباس كبير، أن الشهيد يحاول دعاة الإفك والظلاميين والمتشددين أن يلوحوا، يعني عن طريق مستغلين القرآن يلوحوا بهذه المفردة حتى يجذبوا الشباب بألفاظ كثيرة ومفاهيم كثيرة مثل الجهاد وغيره. والشهيد هنا يعني يقصد به أولئك الذين يموتون من أجل أوطانهم دفاعا عن الحق ودفاعا عن الدولة الوطنية، وليست دولة يعني التنظيمات التي يدعى بأنها دولة. إياد الحكمي في قصيدته أو في أبياته في الواقع يعني يمكن أن يقال بأن الشعرية تميل إلى الحكمة، يعني دون أن تفقد شعريتها، وهذا نادر ما يحدث. يعني أبيات تمتلئ بالحكمة. شكرا لك. بالنسبة لعبلة، أنت اكتسحتي بالموسيقى، يعني موسيقى سواء كان في القافية السينية أم في الوزن الشعري. ناصر، جميل هذا المعنى، الشهيد لا يموت بل نور يرتفع. هندة، الشهيد معنى متجدد ولا ينتهي. بالنسبة لوليد، لقد نجح في وصف قلب الشهيد وقلب القاتل وقلب الأم وقلب الشاعر. شكرا لكم أيها الشعراء، أحسنتم في تحيتكم إلى الشهيد. شكرا دكتور علي. دكتور عبد الملك، أنا في الحقيقة كنت أود لو خصصت قصائد المنافسة للشهيد في هذه الحلقة، لأن قصر ذلك على هذه الأبيات، على أبيات الارتجال، قد لا يكون مجزئا للشهداء الذين يضحون بدمهم في سبيل القضية العادلة وفي سبيل الدفاع عن الوطن. يا إياد، البيت الثالث أجمل الثلاثة، وقد أبدعت في كلها كدأبك في قصيدة المنافسة. العبلة، الإيقاع الذي اخترته قد يكون أجمل الإيقاعات في أبيات هذا الارتجال في هذه الحلقة، فهو متحفز راقص في غاية الجمال. يا ناصر، تحدثت عن الشهيد في لغة شعرية عالية، فأبدعت حقا وخصوصا في البيت الأخير. يا هندة، تنخسف لا، هذا لا تدخله نور المطاوعة، كسف وخسف. وناصر، ستر الله عليه، لأن قال انكسفت الشمس، وهي كسفت الشمس وكسفها الله، يتعدى ولا يتعدى. البيت الثاني، يا هندة، قد يكون أجمل أبياتك الثلاثة. يا وليد، نسيت أن تكتب لنا اسمك على الأقل في الورقة التي، لكن لم يبقى إلا أنت فهي لك. أبيات تستلهم البيئة الشعرية القديمة وتبني عليها إيقاعها. أنا أريد أن أقدم لك ملاحظة. لو أضفت إلى هذه الأبيات الثلاثة سبعة وقدمتها قصيدة المسابقة لكان الشأن شيئا آخر. أنت في هذه الثلاثة رائع الإبداع. شكرا لكم جميعا. كل الشكر للجنة التحكيم وطبعا للشعراء الذين قدموا أفضل ما لديهم. وبعد قليل سنتعرف على نتائج تقييم اللجنة والمتأهل بقرارها إلى النهائيات. انتظرونا بعد الفاصل.
مرحبا بكم من جديد متابعينا في كل مكان، وأمسيتنا الثامنة دنت من نهايتها. لطالما كان أو كانت الخيول صديقة الإنسان ورفيقة درب الفرسان. مشاهدينا دعونا نتابع معا التقرير التالي. انكشف وجه الصباح ومعه أسرج الجميع عزيمته وأطلق العنان ليوم جديد تتحضر فيه الخيول الأصيلة. واحة الفروسية هذه أبصرت النور على يد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي عشق الخيول وألف جيرتها، وفي هذا المجلس كان يستمتع بصحبة خيوله التي دأب على عنايتها، ومنها دهمان أو ورد الجزيرة الذي نشأ تحت ناظري سموه وتعلق قلبه به. وكان دهمان فحلاً أصيلاً، وعندما مات أمر سموه بدفنه وتكريمه في هذا الموقع. الإسطبلات الأميرية، وبالرغم من توسطها مدينة أبوظبي، إلا أن الهدوء يفاجئك فور دخولك، فلا صوت للزحام هنا ولا مكان للقلق بين روعة الطبيعة الخضراء وأشجارها الشاهقة. فالراحة والاسترخاء هو ما يميز جنباته، فضلاً عن جمال الخيول وسحر تفاصيلها. وما زالت الإسطبلات تسير على نهج زايد في رعايتها وتربيتها للخيول العربية الأصيلة. اقتربت لحظة الحقيقة، ولجنة التحكيم أعتقد أنها انتهت من حساب درجاتها. لكن أولاً سنذهب بجولة قصيرة نتذكر من خلالها مشاركات شعراء هذه الأمسية. لو تجرحين منامي عدت من حجبي ألملم الليل مكسوراً ومرتعداً. كم حصروها أحال العمر مقبرة فذاب شمع وصلى عند قبلتها. لي من أبي صبره لو مرة جدبت حول الحياة وروحي حزها القلق. هذا الذي في دمي ماجت قصائده بحرا على عاتيات الحزن يجترئ. كنست رياح الوقت أوراق الهوى من بعد أن فجأ الخريف هوانا. مشاهدينا رحبوا معي مرة أخرى بشعراء هذه الليلة، وهي آخر مجموعة تتنافس في المرحلة الثانية، حيث سيتأهل منهم اثنان إلى المرحلة النهائية. نعم محمد، أحدهم سنتعرف إليه بعد قليل بقرار لجنة التحكيم، أما المتأهل الثاني فسيكون من خلال تصويت المشاهدين، وسنتعرف عليه بداية الحلقة القادمة. إياد الحكمي، في حال لم تخترك اللجنة هذه الليلة، هل أنت واثق من أن جمهورك سيصوت بكثافة لك؟ حقيقة الأصدقاء والمحبين بذلوا مجهود كبير في المرحلة الأولى وأوصلوني إلى هذه المرحلة. وصلني حبهم سواء ترجموه عن طريق دعوات أو أصوات أو
في هذه المرحلة أيضا هم لا يكلفونني إلا الشعر، وأنا أحاول جاهدا تقديمه، وأنا لا أكلفهم أكثر من الحب، هذا يكفيني. أتمنى لك التوفيق يا إياد. عبلة، كيف إحساسك الآن؟ كيف؟ طبعا إحساسي حاليا هو مزيج من التوتر والأمل، ولكنني سأختار الأمل وأقول مع درويش: بأمل يأتي ويذهب لكن لا أودعه. كل التوفيق. ناصر الغساني، اشتقنا لك يا ناصر. ناصر، بماذا تختلف هذه الحلقة عن الحلقة الأولى؟ طبعا هذه الحلقة هي هي الوصول للمرحلة النهائية، فأتمنى التوفيق لي ولأخوتي في هذه المرحلة. لك التوفيق. هندا، بعد أن استمعت لقصائد زملائك، هل ما زلت تثقين بنصك؟ قدمت نصا أعتقد أنه كان جميلا، وطبعا أنا سعيدة بآراء لجنة التحكيم وسأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله. كل التوفيق. شكرا. وأخيرا وليد الخولي، الشاعر المحبوب والمشاكس أيضا بين أصدقائه الشعراء، مقارنة بالحلقة السابقة يا وليد، أي لحظات تشعر أنها الأصعب؟ والله أنا في كل اللحظات نرى لحظة أصعب من الأخرى، هي فرصة جميلة طول الوقت في أن أعرض روحي وأن أصل بقصيدتي إلى أكبر رقعة من الجماهير، كلها لحظات جميلة. أتمنى لك التوفيق يا وليد. الأعصاب مشدودة والجميع عيونهم نحوكم، اختيار أحدكم ليس أمراً سهلاً، لكن هناك من قدم بشكل جيد وهناك أيضاً من قدم بشكل ممتاز، والقرار بالتأكيد يعود إليكم لجنة التحكيم. يعني الهموم محمد بقدر الهمم، وهمة الشعراء عالية للوصول إلى اللقب، لذا همهم كبير جداً في هذه اللحظات وإن لم يبدو ذلك على وجوههم. نعم دكتورة نادين، هي لحظات صعبة، ولكن هذه هي قوانين المسابقة. نعم. المتأهل بقرار من لجنة التحكيم وخامس المتأهلين إلى النهائيات وحصل على 48 عفواً، من هو يا ترى؟ 48 درجة من 50. نعم من 50، سنتعرف إليه بعد لحظات، الآن ومباشرة من مسرح شاطئ الراحة. الجميع قدم بشكل ممتاز، ولكن نبارك لإياد الحكمي. نبارك لإياد الحكمي تأهله إلى المرحلة النهائية. وحصلت عبلة جابر على 44 درجة، ناصر الغساني على 43 درجة، وهند مثل الحسين على 42 درجة، وأخيراً وليد الخولي حصل على 42 درجة. نبارك لإياد طبعاً، إياد الحكمي على فوزه. مشاهدينا، أبواب التصويت فتحت الآن أمامكم، وعليكم أن تساعدوا شاعركم المفضل للوصول إلى النهائيات من خلال تصويتكم بدءاً من الليلة وعلى مدار أسبوع كامل، وهم عبلة جابر ورقم تصويتها 9، ناصر الغساني ورقم تصويته 15، هند بنت الحسين ورقم تصويتها 18، وليد الخولي ورقم تصويته 20. موعدنا الأسبوع المقبل مع الأمسية 9 وما قبل الختامية، حيث يتنافس 6 شعراء للحصول على اللقب. نعم دكتورة نادين، في بداية الحلقة القادمة سنتعرف على الشاعر الذي سينضم إلى كل من أفياء أمين من العراق، طارق الصميلي من السعودية، حسن عامر من مصر، شيخنا عمر من موريتانيا، وإياد الحكمي من السعودية.
كل الشكر لشعرائنا وللجنة التحكيم وطبعاً لجمهورنا وأيضاً لمتابعينا عبر قناتي بينونة والإمارات، وتصبحون على حب وخير وأمان.